اوكي هو احنا هو نتعرف في اخر فقراتنا لهذا الصباح على دعاء ضميري صاحبة مشروع عالم التطريز والهدايا، وطبعا الموهوبة في الرسم على الزجاج، نتعرف عليها. يسعد صباحك دعاء. يسعد صباحكم، يسعد صباح الوطن. اهلا وسهلا فيكي. برضه دعاء، انت جيتينا من نابلس اليوم، عندنا ضيوف من نابلس. كل التحيه اكيد لكل متابعينا ومشاهدينا وكل في نابلس وفي كل المحافظات. ومثل ما حكينا يعني في الفيديو الاخير اللي في محطتنا في لوج ان، يعني هو هيك عمل فني واعاده تدوير للاشياء، فانت كمان عندك هذا الجزء، سواء اعاده التدوير وايضا التطريز والرسم على الزجاج. لكن قبل ما نتحدث عن هذا الشغل، خلينا نتعرف عليك أكثر دعاء. أنا دعاء دميدي من محافظة نابلس، درست هندسة ميكاترونكس بجامعة النجاح الوطنية. مهندسة يعني، بس مهندسة اليوم نحكي لك. تخرجت وبعدها صرت أبحث عن وظيفة. شغل بمجالي طبعا ما في، يعني قست، يعني وصلت معي المرحله انه خلص يعني قست. يعني قديش لك متخرجه كنت؟ يعني اشهر بس. يعني لما الواحد يكون في الجامعه وملي وقته وفجاه يحس انه فراغ، ما في شيء يعمله، بصير يبحث يعني عن فكره جديده، يعمل شيء يطور حاله، لاني ما بعرف اضل هيك قاعده بدون ما فاجتك الفكره انه تبلشي. ليش بالذات بهذا المشروع بلشتي؟ يعني شو اللي خلاكي تحبي هذا المشروع اكثر؟ أنا من أيام المدرسة كنت مبدعة في الفن، يعني صح علمي وتفوقت بدراستي، بس برضو كنت بالفن يعني كثير موهوبة، فخلص موهبة ضل حب عندك لهذا الاشي. جميل، يعني فكرة المشروع جاءت من حبك للرسم وحبك للتطريز، فمن هون بلشت الفكرة. صحيح؟ كيف بتشوفي إقبال الناس على هذا الشغل؟ خلينا نحكي قبال الناس انه شافوا اشي جديد، تغيير عن المألوف، انه دايما بحاول اطور واعمل اشي جديد مش موجود بالسوق. يعني حتى التطريز مش زي ما بنشوفه انه تقليدي، صرت اطور منه. يعني بس يشوفوا القطعة كثير تعجبهم. دعاء، من امتى انت بلشتي هذا مشروعك اللي هو طبعا انت عندك صفحة كمان على الفيسبوك بعنوان عالم التطريز والهدايا، هو مشروع اونلاين خلينا نقول تقريبا لي سنتين. والزجاج بالتحديد، رسم الزجاج بالتحديد له يمكن 8 أشهر. جميل، يعني والاشياء جديدة وفيها ابداع وما لهاش فترة زمنية. يعني صحيح. مثلا كثير حبيت انا طبعت التوجيهي بما انه اليوم نتائج التوجيهي، فكثير حلوة. صح، ممكن تكون هدية كثير مناسبة. طيب انت بلشتي في موضوع التطريز، وشو اللي خلاك تنتقلي لكمان او تدخلي موضوع الزجاج على المشروع؟ اول ما بلشت انه انا بدي اجيب لي مج مميز ومكتوب عليه شعر معين، يعني بحثت في اسواق نابلس طبعا ما لقيت، حكيت ليه ما انا اكتب الاشي. جربت في واحد ونزلته ايامها وكثير لاقى اعجاب الناس، انه فكره جديده وغريبه، وكثير قالوا لي بدنا، فصرت اعمل. طب شو بتشوف الطلب اكثر بيجي على الاشياء التطريز ولا الرسم على الزجاج؟ هسه في الوقت الحالي الرسم على الزجاج اكثر من التطريز، لانه ممكن هو الشيء الاجدد. الاجدد في افكار يعني ابداعيه. هل خلال الفتره الماضيه، يعني بنحكي عن سنتين تقريبا او كمان، في مشروع في موضوع الزجاج من 8 أشهر، شاركتي في معارض او اماكن ممكن تعرضي فيها؟ خاصه انه انت عمليا بس اونلاين، يعني الناس مش عم تقدر تشوف الاشياء وتلمسها. خلينا نقول انا كنت حابه كثير اشارك في معارض معينه، بس توقفت عن الشغل يمكن 6 أشهر، بعدها رديت رجعت، تزوجت بفترتها وكان فانشغلتي. انشغلت كثير. كيف تجيك الافكار؟ يعني انا شايفه كثير افكار ابداعيه، خلينا نحكي سواء كانت اللي حبيتيها على تحت القهوه اللي حكينا عنها، يطول عمرك او طال عمرك كان فنجان القهوه. ففي افكار ابداعيه، خلينا نحكي، من وين بتجيبي هاي الافكار؟ كثير ببحث عن هاي الشغلات، يعني بضل ابحث، يعني رسومات مميزه تعجبك أي رسمة، يعني أي رسمة ممكن أحولها وأرسمها على الزجاج. وبتحاولي مثلاً تمزجي من هون إشي قطعة معينة، من هون مزبوط. كلمة معينة وتحطيها يعني مع زي بعض. المق اللي مكتوب عليه اسم إناس هون، الزخرفة هذا
الزخرفة بتكون جميل. أنا اللي بكتشفها منك الفكرة جميل. يعني حسب الاسم وكيف كيف بتكمله كثير يعني ما يعني لما تبحثي ما بتلاقي هذا الاشي موجود كثير حلو. طيب وهذا على الطلب كمان الناس مثلا ممكن تطلب منك اشي يعني محدد يعني بدي مثلا كاسة عليها اسم شخص معين او اكيد وبتلبي لهم انت هذا وكمان في خدمة توصيل يعني كل أماكن. في واحد حدا بيطلب رسمة معينة مع اسم معين كتابة معينة مع اسم معين طيب عشان كمان تحت الهواء عادي تحكي لنا عن هاي الشنطة الجميلة وكلنا حبيناها يعني الصبايا الصبايا حبوها كمان وقلت لنا انه يعني هذه هي اصلا لوالدتك يعني واعادة تدويرها واعادة تدويرها شنطة قديمة كانت وحاولت اجدد فيها شو جددت التطريز حطيتي تطريز مثلا حطيت التطريزة والخيطان الموجودة وهاي الشغلات يعني انا اكتشفتها لحالي يعني جميل انا عملتها حلو اعاده التدوير زي ما كنا شايفين صح وخاصه الأبد. كمان انه في مقتنيات تالا لامياتنا ولستاتنا بتكون لها ذكرى ما بحب يخسرها صح وبتضلها موجوده وبيعطونا اياها وعشان نستخدمها يعني في حياتنا اليوميه والعمليه بيكون كثير حلو اذا بنطور عليها هاي التفاصيل صح كثير عصريه وبنفس الوقت يعني بتقدر تستخدميها وما تخسريها وبضل لها قيمه صح. قيمتها المعنويه وكيف خلينا نحكي الاسعار يعني اسعار عاليه كثير ولا واطيه ولا نص نص خلينا نحكي لا الاسعار انا بلشت انه اسعار تناسب الـ الـ البيئه اللي احنا عايشين فيها حتى يعني كثير بيحكوا لي رخيص يعني بدرجه الاتقان الموجوده فيه لازم يكون اغلى من هيك بس يعني عشان الواحد يضل مستمر ما يحكوا صحيح. غالي وهيك ضل يعني في طلب على الشغل بتسمحي انك كمان تكوني موجوده في اماكن مختلفه مثلا مراكز ثقافيه مراكز تراث يكون في تشبيك مثلا بينك وبين معارض معينه اكيد يعني انا يعني بتمنى اني اوصل ل يعني شيء انا بطمح اني اوصل له حتى في فكره في بالي جديده لسه مش موجوده هون انا بحاول اطور فيها يعني مش رسم على الزجاج اني ادخل السيراميك مع المج نفسه جميل بصير الاشي بارز يعني كثير حلو تكون شكلها حلوه وغريبه صحيح خلينا نحكي يعني صرتي لما دخلتي هذا المجال حبيتي اكثر مثلا من مجال الهندسه ولا في لسه امل انك ممكن ترجعي للهندسه وتتركي هذا الفن لا ما اعتقدش اني ارجع للهندسه حبيت الموضوع اكيد بعدين يعني هو الاشي اللي بيكون هيك هواية. مصنوع بحب وهوايه بكون غير عن يعني شيء وما بتحس حالك مليتي او تعبتي من الاشي اللي انت بتعمليه بحب خلينا نحكي لا. صح كل عشان كذا بعدين الشغف اشي مهم بكون الواحد يشتغل وهو مبسوط حتى لو انه تعبان بس بحس صح. حاله انجز وعمل اشي هو بحبه صح صحيح احكي لنا كيف يعني الناس دعموكي اهلك اول قطعه بلشتي تعملي فيها لمين اهديتيها اول جزدان عملته تطريز طبعا لامي كان عملت لها اول واحد عملت لها كمان واحد فخالاتي عجبتهم الفكره وعملت لهم هدايا انت بترزي بايدك بايدي فكل حدا يشوف القطعه انها تعجبه من الناس اللي بيعرفوهم خالاتي وامي فصاروا يحكوا لي طب شو رايك تعملي وتبيعي يعني ما دام عندك هوايه وحتى التركيب انا بركبه يعني ما حدا ما ببعته على مكان يركب لي اياه انا بركبه انا كل شيء بجهزه يعني لسه كنت اسالك هذا السؤال الفينش انا بعمله اكيد هذا بالضبط زي الفيديو صح والهندسه اكيد فادتها في هذا المجال اساس يعني الدقه مزبوط جميل يعني عن جد يعني ابداع زي ما احنا شايفين طيب هذا بالنسبه لكمان الكاسات صعب انك تلاقي كاسات ساده مش عليها شيء وانت ترسمي عليها هاي المشكله انا كثير بعاني منها صراحه كثير كثير يعني حكوا لي في رام الله مختلف الموضوع انه في عندهم كميات اكبر من نابلس نابلس مرات والله يعني مرات بقعد ساعه وساعتين وثلاثه بالسوق تلاقي الاشي اللي انا بدي اياه ويعجب ما الناس. ما بتتفق مع محل معين مثلا انه خلاص يصير زودك بهاي الادوات خلينا نحكي حاولت بس بيحكوا لي صعب يعني انه يرجع نفس الاشي عندهم يعني حسب ما هو يوصلهم بضاعه يعني خلينا نحكي واحده من الصعوبات هاي هي عدم توفر المواد الخام المواد الخام شو في كمان صعوبات ثانيه واجهتيها
طبعا التوصيل مرات بيكون سعر الفنجان اقل من سعر التوصيل. هاي مشكله بعاني منها الزباين. فبصفي انه في غلبه في الموضوع، في غلبه يعني الا اذا كميات كبيره. في حال كانت طلبيه كبيره بتقاسموها اكثر من واحد سعر التوصيل وبكون سهل الموضوع. يعني انت حاليا ما عندك محل معين بتبيعي فيه هاي المنتجات، بس انت عندك على صفحتك التوصيل بيكون خلينا نحكي اونلاين. كيف ساعدك المواقع التواصل الاجتماعي وهذا التطور على انك تسوقي لحالك؟ هو اكثر اشي ساعدني هو مواقع التواصل الاجتماعي، انها الناس صارت يعني بتنزل اشي اكثر من مئات الناس صارت تشوفه وتطلبه وتتمناه. صح. بس زي ما حكينا انه المناطق البعيده زي القدس وبيت لحم والخليل صعب كثير عليهم انهم يوصلوا لنابلس. قد ايه بتاخذك بياخذك وقت مثلا انك تعملي فنجان، ترسمي فنجان معين يعني لشخص باسمه بتفاصيل بطلبها؟ يعني الفنجان الصغير يعني بده تقريبا نص ساعه يعني نهار يعني بيكون جاهز. بكون جاهز. والتطريز قد ايه بياخذ معك وقت؟ لا التطريز بده وقت، بده وقت يعني لازم يومين. حد يكون موصيها مثلا اذا كان بده مستعجل عليها لازم قديش يكون قبل، يعني قبل قديش فتره يكون يعني موصيها. 3 أيام 4 أيام بكون جاهز. جميل برضه. كثير حلو. كمان اسال عن الالوان اللي بتستخدميها للكاسات، خاصه انه بدها جلي وهيك. احنا بنقدر نقول انه هي ما بتروح صح؟ لا ما بتروح. هي الوان خاصه للزجاج. هاي عم نشوف صور يعني بتتحمل يعني في طريقه معينه كيف ننظفها ولا بتتحمل انه تجليها باي؟ لا بتنجلى في اي شيء بس ما تتعرض لتنر مدهش هاي الشغلات. بتضلها ثابته. كلور ما بياثر على الالوان. جميل. طبعا هاي الصور كمان معروضه على صفحتك، في خيارات كثير كبيره وواسعه. صفحتك بعنوان عالم التطريز والهدايا، كثير حلو. بتستخدمي كمان السناب شات، خلينا نحكي عن هاي الجزئيه لانه كثير صار احلى متداول كفر جوال. عندك صفحه كمان على السناب ولا صفحتك خاصه؟ لا صفحتي الخاصه. بس برضه بيجي عليها طلبات مثلا ممكن اصدقاء بيجي عليها من الاصدقاء. ما بتفكر تعملي صفحه تكون عامه؟ خلينا نحكي على السناب شات بما انه الناس كثير صارت هلا على السناب انها تتواصل اكثر. هي المشكله انه الوقت. مرات الواحد يعني عن جد بيشتغل وما في وقت انه ينزل ويكتب ويعمل. صح. يعني هاي المشكلة عن جد موجودة، يعني بدنا وقت، خصوصا انا متزوجة وعندي بيت. فتحسي انه الوقت ضيق. صحيح. على كل حال يعني احنا كثير مستمتعين بهذا الجمال. كنت بدي اقول قبل ما نختم، يعني لما بتشوفي مثلا مثل هاي القطعه، يعني عندنا صندوق هيك واكيد هو كان ساده وانت حطيتي تطريز، هلا بتصير تتخيلي انه اي شيء ممكن تشوفيه بالسوق هذا ممكن يلبق عليه رسم. صح. هذا مزبوط. ممكن يلبق عليه تطريز. زي لما اروح اختار اكسسوارات، يعني هذا الاشي بزبط بشتري، هذا الاشي بزبط، هذا الاشي بزبط. يعني اول ما اشوف الاشي بعرف شو بدي اعمل فيه. شو طموحك لقدام؟ بتمنى اول اشي اكمل في مجال الديكور كمان، انا كثير بحب شغل الفن، بتمنى يعني انا اكمل ماجستير بس في الديكور مش في الهندسه. انه اضل في مجال الفن. في مجال حاسه انه مجدي هذا يعني الشغل والوقت اللي عم تبذليه في هذا المشروع، لاني انا حابه، يعني انا حابه الشيء فبكون مبسوطه. بتستمتعي فيه؟ اكيد. هذه احلى جمله انا بحبها يعني. لما الواحد يعني بحب شيء فبستمتع في عمله عشان هيك ببدع بالنهايه. صحيح. أظن انتهى وقتنا. صحيح. بتحبي تضيفي آخر إشي؟ حابة تشكري حدا؟ حابة توجهي رسالة لممكن صبايا أو نساء ما عندهم مش عمل وعندهم موهبة إنهم يلجأوا لهذا الإشي؟ أنا حابة أوجه كلمة لطلاب التوجيهي، خصوصا لأنهم اليوم نتائجهم. النتيجة مش مقياس لنجاح الإنسان. صحيح. يعني أنا هيني نجحت وجبنا في 90 ودرسنا هندسة واشتغلنا بالفن، يعني مرات الموهبة هي اللي بتحدد مستقبل الإنسان، مش معدل ولا دراسة. صح. هاي رسالة كتير مهمة. عنجد. شكرا لك فعلا، وختامها مسك معاكي. الله يسعدك. بتمنى لك كل التوفيق دعاء، وان شاء الله دائما بنشوفك هيك يعني من نجاح لاخر على المستوى المحلي وعلى كمان مستويات اعلى. شكرا لكم، انا كثير انبسطت انه حسيت حالي انجزت عن جد. احنا فخورين بهذا الشعور وهذا الانجاز، انه الواحد يعني تعب بس وصل لشيء معين. يعني
شكرا كثير. شكرا أهلا لك. العفو. وصلنا لنهاية الحلقة. وصلنا للختام. مشاهدينا نشكركم على المتابعة، أكيد مني ومن فريق العمل كل التحية، كم منا ومن فريق العمل كل التحية. بتجدد اللقاء غدا. غدا طبعا في نفس الموعد، فما تنسوا تتابعونا، وكمان اللي فاتته أي فقرة من فقرتنا بيقدر يشوفنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، يا إما قناة الفلسطينية أو بر الله يصبحكم بخير. فإلى اللقاء. إلى اللقاء.